حضر. تعال عليك. يمكن رجع يلا يلا. خلينا نشوف.

حل جميع مشاكل تحديث 3.7 بالإضافة إلى شغلات أسطورية إن شاء الله رح نتناولها بهذا الفيديو يا أسطوري تابع مع هذا الفيديو أسطوري حتى تستفيد السلام عليكم يا أساطير اتمنى تكونوا بصحة جيدة معكم زيادة وسموكر من قناة متسابق الالعاب ورجعنا لكم اليوم يا اساطير بمقطع جديد حل مشاكل تحديث 3.7 الفيديو المنتظر اللي بتستنوه شباب كلياتكم يا حباب القلب المتابعين الاساطير كل عام وانتم بالف خير والله يتقبل ان شاء الله منا ومنكم صيامكم وقيامكم يا حباب القلب طيب خلينا ندخل بالشرح على السريع ما حنطول عليكم يا اخوان بس بدي بهذا الفيديو يا اخوان عن جد انكم انتم تدعموا الفيديو بشكل اسطوري باللايكات والاشتراكات الاسطورية عشان اننا ننزلكم يا اخوان الفيديو الجاي راح يكون عن الويندوز احداش المخفف من جي ار زد او لايت اديشن بشكل كامل متكامل ومجاني بشكل عام تابع معي هذا الفيديو اسطوري واتمنى لايكاتكم وخلينا نبلش بالشرح Let's go. اوكي يا سطير خلينا نبلش بالشرح حباب القلب ونبلش بالمشاكل اللي واجهتنا بالايام الماضيه بمحاكي جيم لوب سواء كنت تلعب 64 او 32 طيب خلينا نتفق على شغله مهمه زي ما كنت نزلت لكم بالبوس من قبل يا اخوان سواء على المنصات كلها ديسكورد وتيليجرام ايش المحاكي حاليا انك تستعمله بشكل اسطوري طبعا يا اخوان ال32 بشكل كامل متكامل رجع جدا 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 سلس مع الاعدادات اللي راح نسويها ان شاء الله الشغلات راح نشرحها بهذا الفيديو جدا اسطوري فانصحك عزيزي يا اخوي انك انت تنزل ال 32 حرفيا، ال 64 بيواجه مشاكل بالدروب فريم سواء كنت بتفيت ولا الام بيزيح معك، في مشاكل في ال 64 بشكل عام، للاسف كان السيزون الماضي جدا قوي ولكن السيزون هذا للاسف خرب، هل ال 32 هلا عم بخرجنا من اللعبه بعد ما صار اصلاح امبارح بالمحاكي جدا صار سلس بشكل كامل متكامل، رحنا مسحنا المحاكي ورجعنا نزلناه، طيب عزيزي صديقي اذا كان انت عندك المحاكي بشكل عام موجود قبل ما يحلوا المشكله اتمنى انك انت تروح تحذف المحاكي وترجع تنزله من موقع الشركه نفسه الرسمي بشكل عام عشان يزبط عندك الامور كامله بدون اي مشاكل لانه حل المشكله والمحاكي جدا جدا صار سلس طيب ننتقل على الشغله الثاني شو الحل اللي ممكن تسويه سموكر مثلا ما بقدر انزل ولا تطبيق من التطبيقات الموجوده بجيم لوب يعني لما اضغط هون راح يعمل لي داونلود فيلد او فشل التحميل او شيء بهذا الشكل كل ما عليك يا صديقي تروح تتوجه وين بتروح تتوجه على الستارت هون بشكل عام بتروح على الميكروسوفت ستور بهذا الشكل طبعا بدك تكون نسكر المحاكي كامل تحت من هون نبلش من الحركات نسكر بهذا الشكل تمام خلينا نسكر المحاكي اول شيء عشان تفهموا الشغله صح 100% هنسكر المحاكي نسكر المحاكي كمان من التكست مانجر زي ما انتم شايفين طبعا ننزل هون هي لسه شغال نعطيه تكست وننزل تحت ندور كلام بالصيني اساس انه ايش نسكر كل المحاكي كامل بحيث انه ضبط الامور بشكل عام طيب بعد ما هيك رحنا على الميكروسوفت. مايكروسوفت ستور حباب القلب بتروح تكتب هون بي, بي ان. تمام تضغط انتر راح يطلع لك في بينات يطلع ايه؟ لك كثير انت راح تختار واحد. وهو الهوت سبوت تمام تضغط عليه بهذا الشكل وراح انزلكم اياه قدامكم عشان تشوفوا يا اخوان كيف راح يشتغل معي وكيف طريقه تحميله بشكل عام اللي بدك تسويه يا صديقي بس لما تخلص احذف المحا... احذف الفي بي ما تخليهوش عندك بالجهاز نصيحه عشان ما يخرب لكش الانترنت عندك بشكل عام تضغط عليه اوبن زي ما انت شايف فتح معك بهذا الشكل اه بتمشي لقدام على السريع راح يطلع لك بلانين انت اختار التراي تراي بيسك بتضغط على كلمه بدناش كل ما عليك يا صديقي هي بيطلع لك بهذا الشكل كل ما عليك ايش بتسوي بس بتشغله بهذا الشكل بدون ما تشبك اي شيء اوكي خلاص هيك شبك عندك تمام الامور طيبه بدون اي مشاكل شو بدك تسوي بتروح على المحاكي بهذا ترجع بتحمل اللعبه راح تبلش تحمل عندك اول ما تبلش تحمل اللعبه عندك يا صديقي كل ما عليك انك انت تفصل في بي بس هاي هي حل المشكله هاي تبعت داونلود فيلد او فشل التحميل بشكل عام تمام كل ما عليك بس تروح تحمل اللعبه خلاص هيك بتشتغل عندك اللعبه بشكل بشكل كامل يعني تضغط عليها انستول وراح تحمل معك من اول ما تبلش تحمل معك بس بتعملها ستوب يعطيك العافيه خلصنا الفي هاي مشكله فشل الاتصال بشكل عام تمام في انه ما زبطت معك كل ما عليك انك انت تروح تتوجه على سيتينج كون الشكل تروح على ويندوز اند ابديت تروح على خيار اسمه يا صديقي العزيز ويندوز سكيورتي تضغط على كلمه فاير وول الشكل تمام رح تطلع لك الصفحه هاي كل ما عليك تعمل بس ريستارت ستارت فاير وول تعمل ستارت وتروح ترصد الجهاز هلا نيجي للمشكله الثانيه حبايب القلب مشكله خروج اللعبه كيف ممكن نساعدها راح اشرح لكم كل شيء ان شاء الله بهذا الفيديو بشكل كامل هلا بدنا نسوي يا اسطوري انه احنا نعمل اعدادات كويسه عشان تزبط معنا اللعبه بشكل سلس وبشكل اسطوري بدك تسوي انك تركز معي صديقي عزيز بتروح على الستارت او بتعمل ستارت وير مش عارف تعمل ستارت وير هذه ها بس تروح تعمل بالبحث هون تكتب ران ران راح يطلع لك تضغط إنت. الامر التالي بهذا الشكل راح يطلع لك الخيار هذا بهذا الشكل تروح على البوت تروح على خيار اسمه ادفانس اوبشنز وتعلم زي ما انت شايف تعلم على اعلى رقم موجود عندك هون تمام عشان ما يصيرش عندك ريندر وتطلعك اللعبه فاحنا نستعمل اقصى اداء للمعالج بشكل عام زيك بالحكي بشكل كامل ما تستعجل برزقتك تمام بس بتعلم عليها واعمل Without ريستارت لما تعمل ابلاي اعمل وذاوت ما تترستش اضغط اوكي okay. بس بتروح هون على الديس بي سي ركز معي بهالخطوه بتروح الدس بي سي رايت كليك بتروح على خيار اسمه مانج تمام بفتح معك الخيار المانج بهذا الشكل تمام زي ما انت شايف بتروح على خيار اسمه البروفورمرز هي hey, بتضغط عليه بتنزل الشرطه تبعته تحت تروح على داتا كوليكتر ست تضغط عليها بعدين تضغط على كلمه اليوزر راح يطلع لك صفحه بيضاء بهذا الشكل تمام الصفحه هاي شو بتعمل عليها رايت كليك نيو داتا كوليكتر ست بهذا الشكل تضغط على كلمه الثاني وحده الادفانسد تعمل نيكست طيب بتعلم على خيار برفورمانس سنتر بس تضغط عليها نيكست راح يطلع لك هاي الشاشه بهذا الشكل تضغط على خيار اد روح على الاد طيب هلا هون عندنا القيم اختلفت نعم اذا شفته قبل 16 فاذا هون بدور على رقم 16 ما راح تلاقيه موجود راح تلاقيه 15 لانه عندنا هون صفر فيعني هذا الصفر يعني واحد وواحد هي اثنين والى اخره فانت بتختار اعلى رقم موجود هون انا راح اختار مثلا ال 15 اعمل له اد واعمل اوكي بعدين مره ثانيه برجع بعمل اد رح ارجع اطلع شوي لفوق على خيار اسمه البروسيس ركز معي خيار البروسيس نزله لتحت هيك بتدور على خيار اسمه اسمه ثريد ثريد كونسنت زي هيك هيو زي ما انتم شايفين هذا الثريد كونسبت بس تضغط اد بدون ما تلعب اي شيء من هون بس تضغط اد اوكي okay. وبتعمل فينش شو بدك تسوي هلا عزيزي كل ما عليك انك انت لما بعد ما ترصت الجهاز تيجي تفتح على الرايت كليك مانج تمام ركز معي قبل ما تفتح لعبه ببجي روح على البرفورمز بتنزل هدول بتضغط على كلمه داتا كولكتر سيت بتروح على اليوزر بعدين تضغط عليها دبل كليك رايت كليك ستارت بس وبتطلع من هون هي اول حل عندك لاج اسطوري مش عارف كيف تحل مشاكل اللاج والرندر عندك والتقطيع باللعبه بشكل كبير الم مشاكل كلها بتنحل عند اخوك سموكر باداه الجي جولد من اقوى الادوات اللي نزلت طبعا تم اطلاق الاداه بشكل عام بشكل كبير وتم العمل عليها لمده لا تقل عن خمسة اشهر حباب القلب طبعا تقدر انك تطلب الاداه يا اخوان عن طريق سيرفر ديسكورد رح تلاقيه تحت بصندوق الوصف تحياتي لكم حباب القلب والشروح كامل راح يكون متواجد على قناتنا باليوتيوب تحياتي لكم جميعا حباب القلب واطلبها الان وراح تحس بالفرق الاسطوري اللي انت بتستناه اوكي يا صغير هلا خلينا نكمل كيف انه نحل مشكله خروج اللعبه بشكل عام بدك تسوي الخطوات هاي لانه انا سويتها والله جربتها واموري طيبه بشكل كامل متكامل تمام ان شاء الله بنزل لكم جيم وارجيكم التصوير وكيف اللعبة وكيف الاداء حتى بالمود بشكل عام هلا اللي بدك تسويه يا صديقي تروح على الستارت هون تعمل تكتب جرافيك جرافيك سيتنج بهذا الشكل وتضيف محاكي جيم لوب بهذا الشكل كل ما عليك تروح على سي بعدين تروح على بروجرام فايل بعدها تروح على تي اكس جيم بهذا الشكل يو اي بهذا الشكل. وتروح تختار اندرويد اي ان تروح مره ثانيه تروح تختار اكس اي بعدين الريندر بعدين هاي هاي كمان خطوه من الخطوات الضروري انك تسويها واذا كانت مش شغاله عندك هاي يا حبيب القلب كل ما عليك انك انت تشغلها لازم من رصة الجهاز احنا بنسوي الشغلات هاي كلياتها بعدين من رصة الجهاز مره واحده عشان ايش الامور تكون طيبه باي باي. نعمل رايت كليك على الفيديو كنترول بانل ضروري جدا تسوي الاعدادات اللي انا اورجيك اياها تروح على ادجست سيتنج بهذا الشكل تخليها على الثالثه تعلمها على البروفومس بعدين تحطها على الثانيه بهذا الشكل تمام تضغط على كلمه sitting. روح على ماجن 3 دي سيتنج ركز هون اعمل اعمل الاعدادات هاي كلياتها زي ما انا مسويها هاي جبرو فورمز تمام زي ما انت شايف هاي احسن اعدادات بشكل عام زي ما انت شايف هاي بدي اقرب لكم اياها اول وحده اوف يعني كلياتهم اوف يعني اعمل الاعدادات هاي كلياتها امور طيبه بعدين بتروح على البروجرام سيتنج ركز معي بالبروجرام سيتنج تضغط على خيار اسمه الاد تمام تعمل كلمه براوز روح على وين ملف تي اكس جيم او المحاكي بشكل عام الاندرويد اميليتر اي ان واي اكس اي والاندرويد اميليتر ريندر وما الى ذلك مثلا انا بدي اخلي الاندرويد اميليتر اي ان هو اللي بنلعب عليه لعبه ببجي موبايل ضروري جدا تسويه تضغط عليه بهذا الشكل زي ما تشايف هيك راح يظهر لك الاعدادات الموجوده تبعته انا مسويها من قبل كان اورجيكم انه شو اللي سويته وحاولت انه اسويه تمام هاي الاعدادات كامله بدك تسويها هاي عادي ما بتأثر معك لو مش مسويها أمورك طيبة لكن أحسن إشي إنك أنت تسوي الإعدادات اللي أنا مسويها أنا مخليها جوبل إنها تكون مع الإعدادات تبعت السيتنج الأصلية تبعت نيفيديا هاي أمورها طيبة بس ضروري إنك تسوي الإعدادات اللي أنا مسويها هون بشكل كامل تمام يا اخوي يعني ما بكذب عليكم ولا بقعد بفتر بالكلام ولا شيء انا بقدم لك شيء اللي انا سويته وظبط معي انا بس مجرد انا بحاول اساعدك لا اكثر ولا اقل انا ما لي خاص بمحاكي جيم لوب انا بس انسان بساعدك اي مشكله بتكون من المحاكي نفسه انا ما لي خاص فيها انا بحاول اعطيك حلول بشكل عام فان شاء الله باذن الله اقدر افيدك منك انك لي لايك وتشترك بالقناه تمام يا اخوي هاي بالنسبه للشغلات هاي الان انا بدناش نسيف لانه انا مسويها كلياتها فانت بتسوي الاعدادات كامله بدون اي مشاكل تمام الحكي مية بالمية وتاكد انك انت مختار كرتك يا اخوي بشكل كامل هون بتخلي الاعدادات زي ما هي زي ما انت شايف تلعب منظور تسويها انا مسوي الاعدادات هاي بشكل كامل 80 بشكل كامل هاي بالنسبه لاعدادات نيفيديا ضروري تسويها عشان تطبق معك الامور تمام التمام طيب خلينا نفتح اللعبه إيه نشغل ببجي شغلتها عن طريق أداة الجي ار زد شباب والله يا اخوان بدي اشوف دعم اسطوري على هذا المقطع عشان اقدر انزل لكم بكره ان شاء الله باذن الله يا بكره يا بعده اقدر انزل لكم يا اخوان الويندوز اصور لكم الويندوز عشان تنزلوا جربناه اموره طيبه اول ما تنزله عندك البروسس بكون تقريبا بحدود ال 48 42 شيء زي هيك او 44 اول ما تنزله ما في إشي ويندوز صغير ومخفف بشكل كبير راح تستمتعوا فيه يعني بس تنزله بس نزل نيفيديا كنترول بانل نزل تعريف الكرت تبعك الببجي يعطيك العافيه بس كل شيء موجود ابديت كل شيء كامل شكل كامل متكامل حبيب القلب طيب هلا الاشي المهم اللي انت لازم تسويه يا صديقي يا عزيزي انك تضغط F9 وضروري تسوي الاعدادات هاي اذا ما سويتهم راح تحس بلاك مش طبيعي باللعب ضروري اهم وحده فيهم هي تبعت البطري او تبعت البطاريه بشكل عام زي ما انت شايف زي ما انت شايف يا صديقي ضروري هاي البطري تسويها ضروري ضروري جدا تضغط على البطري تضغط على الثلاث شرطات هدول بطري اوبتمايزن تروح تختار باب جي موبايل ضروري تسوي هاي الخطوه ضروري جدا روح تختار باب جي موبايل زي ما انت شايف تضغط عليها تعملها دونت اوبتمايز عشان ما يصيرش عندك لاج باللعبه صيحه والله انه انا اليكم ناصح وما الي خص بشيء ثاني احاول انه اقدم لكم الشيء الصح والمضمون بشكل كامل روح على هاي بشكل عام يعني ممكن انك تسويها وممكن ما بتسويها بس هي الى الام جدا كويس فبتضغط عليها اوكي بتعليها اخر شيء بتضغط تروح على هاي تروح تنزل هاد الشكل تضغط على كلمه تاتش اند هولد ديلي وتعملها شو نرجع لورا نروح نختار الديفلوبر كيف بدنا نطلع الديفلوبر روح على باب تابلت روح على بلون نمبر تضغط عليها خمس مرات ترجع لورا راح تلاقي عندك الخيار تحت تبع خيارات المطور او الديفلوبر اوبشنز تضغط عليها بهد شكل. تنزل تحت زي ما انتم شايفين بكون عندك اكس 1 هاي بتسوي لك لاك بدك حركه وسلاسه اسطوريه بقول لك عليه حطها بوينت خمسة اكس بوينت خمسة اكس خمسة اكس شو تابز ابصر شو فكك من الكلاوات هاي هاي كلها تحكي فاضي ما بتطعميك خبز اعمل هاي, هاي. السمول وايت بتحط ثلاث تسعات تضغط ثلاث تسعات اوكي تمام بتشغل خيار كارت الشاشة هاي الاعدادات اللي لازم تسويها جوا محاكي جيم لوب كامل اعدادات الاندرويد بشكل كامل الاعدادات اللي بتقدر تفيدك حاليا هلا بالمود هاد الاعدادات اللي سويناها سابقا بتحديث 3.6 راح اخلي لك الفيديو تحت كمان بالتعليق المثبت سوي الاعدادات صح حيث كامل. طبعا احنا عاملين يا شباب عروض. بتقدر انك تيجي تفسر على ديسكورد. ادخل اسوي لك جهازك. بدك اياه. امورك تمام. استفسر عن الموضوع موجود عندك بالديسكورد. إذا حاب اسوي لك جهازك واضبط لك امورك موجود بالديسكورد انا اضبط لك اياه واخلي لك اياه زي اللي بإذن باذنك. ما تطلع الا تكون راضي. باذن الله. بالاضافة عاملين كمان عروض اسطورية ان شاء الله. بأداه الجي ار زد جولد روح اسال عليها بسيرفر الديسكورد اخلي لك سيرفر الديسكورد تحت بالتعليق المثبت من هون خلصنا المحاكي بشكل كامل بدون اي مشاكل نيجي للشغلات اللي ممكن مثلا عندك دمج وهمي بس في دمج وهمي عندك لا حطيت دي ان اس كثير مثلا بتغير دي ان اس كثير فمن كثره الدي ان اس صار في عندك دمج وهمي وتقطيع وهيك بدك ترست الامور من اول وجديد بشكل كامل خلي لك الاوامر هاي خلي لك الاوامر هاي يا حبيب القلب موجوده عندك كل ما عليك تضغط عليها رح احطهم بس بالسي ام دي تروح تعمل دارت سي ام دي تشغل السي ام دي كمسؤول هيك يس زي ما انت شايف صديق يجي له هون هذا بهذا الشكل ام انتر فيها ثانيه رايت تك كوبي حطها هون ثالثه خليها بهذا الشكل انتر رابعه بتعمل لك ريستارت للانترنت بعدها قصه الاي بي تبع الجهاز انتر زي ما انت شايف اخر وحده انتر انت شايف بس هيك أمورك طيبه بتسكر هاي تمام طيب هلا في عندنا اخر إشي حب انه أنا اضيفه بهذا الفيديو يا حباب القلب هو ام دي او انتر هاي اخر شغلتين يا اخوان راح نضيفهم ان شاء الله بهذا الفيديو اتمنى تستفيدوا منهم جدا استفيدتوا منهم راح تخلي لك الكرات كمان تشتغل بشكل عندك معالج رايزن راح تستعمل اي ام دي ماستر هي لك الرابط تبعه بصندوق الوصف اضافي الى البار كنترول بار كنترول لجماعه انتل كامل طيب خلينا نبلش اول شيء بانتل بهذا الشكل راح اثبته تعاد طبيعي بدون اي مشاكل راح يفتح معك الواجهه الخفيه اللطيفه بهذا الشكل مامي اسطوري بدك بدك تسوي بتعمل باور بلان تخليها على هاي جي برفورمنس فانت بتخليها على هاي جي ضروري تخليها على هاي جي عندك هون بتلاقيهم اوف في شيء اوف في شيء اون انت شو بتسوي خليها بتخليها اون اول شيء بعدين بتخليها 99 بعديها خليها تسعة 99 خليها اون 99 تمام هون كمان بتخليها 99 هون 99 بتخلي هدول اون هي هيك اون خليها 99 تمام بتعمل ابلاي هيك يكونوا اشتغلوا معك بهذا الشكل تمام عشان تظبط لك الامور بشكل كامل وبتضغط ابلاي هاي بتعملها ميك اكتايف وهيك اشتغل معك الكرات كلياتهم بشكل فل فل فاهم كيف امورك تمام تمام خلينا اسكر هاي واروح على ايه؟ رايزن بضغط عليها بهذا الشكل اعطيها يس هاي اي ام دي رايزن لازم تسوي لها شغلات يعني خفيفه بسيطه بس يعني بدك انت تكون حذر شوي عشان ايش تعمل الشغلات الصح خلينا نضغط على البيسك بهذا الشكل راح تطلع لك الواجهه بهذا الشكل راح تكون عندك هاي الكنترول مود راح تكون عندك ديفولت تمام كل ما عليك تعملها اوتو او سي يعني اوتو اوفر بحيث انه تعمل لك كسر سرعه للمعالج بحيث انه اقصى اداء ممكن تستعمله من المعالج اذا انت بتشوف هون معي معطيني اقصى اداء للمعالج او سرعه المعالج الفول بوست معطيني 4500 ميجا هرتز البيسك عادي جاي 3000 على 3200 يعني طايف 500 تقريبا هيك مع الاوفر كلاكينج فهي ضروري تسويها بتحطها اوتو وبتعمل شو ابلاي اند راح يعمل لك ريستارت للجهاز يرجع يفتح لحاله البرنامج ترجع تعطيه يس وخليه يعمل التيست ويخلصه بعد ما يخلصه خلص هيك انت بتكون نجح معك الاوفر بشكل كامل متكامل اكتبوا له تعليقات حابين نسوي عليكم نسوي لكم فيديو ثاني عليه تمام بعد ما يخلص هيك بتروح تضغط على كلمه ادفانس فيو تمام وراح يفتح معك بهذا الشكل قبل ما تدخل على لعبه ببجي يا صديقي يا عزيزي كل ما عليك انك تضغط على كلمه جيم مود وبتعمل ابلاي راح يطلب منك ريستارت خليه رست اول مره بعدين لما ثاني مره ما تخليه يرست يعني ممكن انك انت تسويها بحيث انه يشتغل معك بش. تمام انا بنصحك انك انت تخليه يرست تعمل له تعلم مع هذا الصح وبتكبس اوكي وراح يرست معك الجهاز تمام يرجع يفتح مره ثانيه ويطبق الجيم مود خلاص سكره خلاص هو هيك تطبق يعطيك اداء والله ما تتخيل بس يا اخوان ان شاء الله يا اخوان اكون فدتكم هذا الفيديو البسيط الخفيف من ما طولت عليكم اخواني من انه انا اكون فدتكم بشكل كامل الشغلات اللي انا عملتها صار عندي سلاسه حلوه باللعبه بشكل كامل اتمنى يا شباب دعمكم الاسطوري شاء الله سي الفيديو الجاي راح ننزلكم ويندوز من جي ار زد قدم من جي ار زد لاساطير المشتركين معنا بالقناه راح تقدر تطلبه عن طريق سيرفر الديسكورد بشكل مجاني اللي بده اياه بس منك انك انت تكون عامل لايك للفيديو نفسه ومشترك بالقناه وخذ النسخه وبارك الله فيك ونشوفكم ان شاء الله بفيديوهات قادمه كان معكم اخوك ياد ابو سموكر من قناه متسابق الالعاب دمتم في رعايه الله وتقبل الله صيامكم وقيامكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته